هذه الثنائية هي ثنائية السعادة أو الشقاء، النجاح أو الفشل، الهدى أو الضلال، ثنائية يومئذ واليوم. المؤمن عنوان حياته هذه المفردة، مفردة يومئذ، فإنه يعيش أجواء يومئذ ويتخذ من اليوم وسيلة للوصول إلى يومئذ. أما الكافر والمنافق فإنه على العكس من ذلك تماما، يعيش اليوم الحاضر ويتغافل عن يومئذ. وعندما نتصفح مختلف آيات القرآن الكريم نجد هذه الثنائية واضحة بينة. يومئذ، مفردة يومئذ وردت في القرآن الكريم حسب الظاهر 66 مرة، لعلها مرة أقل أو أكثر، في بالي 66 مرة. عندما نلاحظ هذه المفردة التي وردت في تلك الآيات نكتشف هذه الثنائية بوضوح. مثلا قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ، المؤمن يعيش في أجواء هذا اليوم ويعد كل حياته لهذا اليوم ويجعل ملاك حركاته وسكناته ذلك اليوم، لا الربح الآني العاجل الحاصل من لذة فانية. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة، يومئذ تظن أن يفعل بها فاقرة. في آيات أخرى: وجوه يومئذ مسفرة، المؤمن يعيش أجواء هذا اليوم. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله لمحبي فاطمة، المؤمن لا يهمه أن يحرم من ملذات الحياة الدنيا هاهنا لأنه أمر بالمعروف، لا يهمه أن يحرم من منصب أو مال أو جاه أو غير ذلك لأنه سيحرم من كثير من الامتيازات. المؤمن يعيش عالم الآخرة، المؤمن يعيش أجواء يومئذ. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. عندما نتدبر هذه الآيات نجد بأن الله وغيرها، بسم الله الرحمن الرحيم: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ. المؤمن يعيش هذا اليوم بكل كيانه، في كل خطوة، في كل حركة، في كل سكنة، عند كل نظرة يفكر في هذا اليوم. يومئذ تحدث أخبارها، ما الذي جرى عليها، ما الذي فعله زيد أو عمرو، هل أطاع أم عصى. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. المؤمن يعيش المستقبل، يعيش أجواء يومئذ بالمصطلح القرآني، ويستعين بالحاضر على المستقبل. يستعين بالحاضر، ما وهبه الله من مال أو ذكاء أو علم أو مقام لكي يعبد ويعمر آخرته، فإن الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها كما هو واضح. والغريب أنه عند تصفح هذه المفردة في القرآن الكريم نجد بأن هذه المفردة الأولى يومئذ
عندنا مفردة أخرى اليوم. اليوم عادة وردت بما يربطها بالآخرة أيضا، اليوم الآخر، وردت مفردة اليوم أكثر من 60 مرة أيضا، لكن في معظم هذه أو الكثير جدا منها اليوم الآخر. بل الأغرب عندما تخلو هذه المفردة من الآخر تسبقها كلمة ذلك، ذلك اليوم هكذا. بل حتى عند ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، ذلك اليوم، عش ذلك اليوم لا هذا اليوم، فتقصر نظرك على المتع وما يتمتع به في الآن الحاضر. بل الغريب في الآيات أنها حتى عندما جاءت مفردة اليوم بمفردها فإنها أيضا وضعت بسياق أفادت الآخرة، كما في قوله يوم ترجف الراجفة، يوم مو الحديث عن هذا اليوم، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة. كذلك يقول يوم في آية أخرى يوم يقوم الناس لرب العالمين. إذن اليوم ليس هذا اليوم، ليس الملاك الأرباح والخسائر في هذا اليوم. الإنسان الضيق العقل الضيق الأفق المحدود التفكير يفكر في هذا اليوم، أما الإنسان الاستراتيجي الإنسان الذكي المؤمن كيس فطن فإنه يفكر في ذلك اليوم. اليوم نختم على أفواههم، اليوم يعني شنو؟ يعني ذلك اليوم. اليوم نختم والعياذ بالله على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. إذن الحديث كله عن اليوم الآخر. نعم في موارد معدودة وردت مفردة اليوم في القرآن الكريم وقصد بها اليوم لموضوعية في ذلك اليوم، أيضا لأنه طريق للآخرة، كما في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، هذه كان المراد بها ذلك اليوم، يوم نصب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وليا على كافة المؤمنين على مر التاريخ. وتلك أيضا أريد بها تعبيد طريقنا للآخرة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها من ألقابها المنصورة، قلنا للمنصورة تجليات، من تجلياتها يومئذ، ويومئذ يفرح المؤمنون. لا تشوف، لا تقصر نظرك على هاي الأيام المعدودة وتشوف الدنيا أخذها المخالفون، أخذ الإعلام وأخذ السلطات على مر التاريخ، بنو أمية بنو عباس بنو العباس بنو عثمان بنو كذا وكذا، لا لا لا، المؤمن ينظر إلى الآخرة ويجعل مقياسه يومئذ. أما هذا اليوم فعليه أن يعمل فيه بوظيفته الشرعية، أن يأمر بالمعروف، أن ينهى عن المنكر، أن يقيم حدود الله بالقدر الذي يستطيع، أن يرشد الناس، يرشد الجاهل وينبه الغافل وغير ذلك. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله.